الحمد لله الذي أرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، لم ينفح مسك النبوة المسلمين فحسب، بل غمر بأريجه حتى أولئك الذين تشبثوا بنصرانيتهم فلم يمنعهم اختلاف معتقدهم أن ينحنوا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومضوا يدبجون من الكلم ما يعبرون به عن عظمته، حتى قال شاعرهم جورج ميشيل سلسلتي: أقبلت كالفجر والضاح الأسارير تدعو إلى الله في يسر وتيسير، على جبينك فجر الحق منبلج وفي يديك لواء العدل والنور. يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. وصدقت أمنا خديجة رضي الله عنها حيث قالت: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، والشمس قد أثرت في وجهه أثرا، عجبت للشمس من تقبيل وجنته، والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. فيا عزنا بهذا النبي الذي أيده ربه تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرات التي كانت ولا تزال دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على صدقه صلى الله عليه وسلم، فطوبى لمن آمن به، وطوبى لمن صدقه، وطوبى لمن نصر دينه وأحيا سنته. إخوة الإيمان وأمة الإسلام، أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، إن من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله تعالى عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، علم بالعقل قبل النقل أنه خير الخلق على الإطلاق. وسأذكر لكم شيئا مما جاء في شمائله لعلنا نتدبرها ونسير على منوالها. فمن مكارم أخلاقه ومحاسن أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كان أوسع الناس صدرا وأصدقهم قولا وألينهم جانبا، كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم، سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ الطبع ولا فحاش ولا عياب ولا لعان، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يزيده مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى احتمال الجاهل إلا حلما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وفي يوم أحد لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه حتى جعل الدم يسيل من على وجهه الشريف، فجعل صلى الله عليه وسلم أو فكان صلى الله عليه وسلم ينشفه ويقول: لو وقع دمي على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. قالوا: يا رسول الله، لو دعوت الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعان، إنما أنا رحمة للعالمين. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا عن آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وكسرت رباعيتك وشج وجهك،
فأبيت أن تقول إلا خيرا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، ولا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل منه شيء ولم يجد من يعطيه. وفاجأه الليل لم يأوي إلى فراشه صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ منه إلى من يحتاجه صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أكرم الناس وأسخاهم يدا وأطيبهم نفسا، ما رد سائلا قط، وما من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو ميسور من القول. وصدق الشاعر حيث يقول: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعما. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، ويعيش عيش الفقراء، كما كان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. أما عن حسن عشرته وأدبه، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. كان يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يتطلب عورته صلى الله عليه وسلم. من راه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. كان لا يهاب ملكا لملكه ولا عظيما لسلطانه، وكان يعظم النعمة وإن قلت وإن شئت فقل وإن دقت. وكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا خيرا، ولا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان مجلسه مجلس علم وحل، لا ترتفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات، ولا يمضي له وقت في غير ذكر الله. أما عن تكوينه الخلقي، فلقد خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن صورة بشر وليت على وجه الأرض. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأفضل منك لم ترى عين قط، وأجمل منك لم تلد النساء. بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. فإن كان الله تعالى قد أعطى يوسف بن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام شطر الجمال أي نصفه، فنبيكم عليه الصلاة والسلام هو الجمال كله. لكن هذا الجمال لم يجعل النساء تفتتن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في خبر صحيح أو ضعيف أن نساء العرب قد افتتنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الله تعالى قد أعطى يوسف بن يعقوب شطر الجمال، فنبيكم هو الجمال كله. لكن الله تعالى قد كسى هذا الجمال بالجلال والوقار والحكمة حتى لا تفتتن به النساء كما افتتنت بيوسف عليه السلام. ولد صلى الله عليه وسلم ونزل من بطن أمه حيث لا ألم ولا وجع ولا طلق ولا حيض ولا نفاس ولا شيء من هذا القبيل أبدا. ولد ونزل من بطن أمه صلى الله عليه وسلم مكحل العينين، مختتنا اختتانا إلهيا. نبيكم صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل الظاهر ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وسلم كس اللحية، أي كثيف شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تفل تفلة أو تنخم نخامة تسارع الصحابة ليلتقطوها وليمسحوا بها أجسادهم، ولأنها البلسم الشافي والدواء الكافي من كل مكروه. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره كما يرى من أمامه، وكان يقول لأصحابي: استقيموا وتراصوا فإني أراكم من خلف ظهري. وكان صلى الله عليه وسلم تظلله سحابة غمامة أينما توجه وحيثما سار،
فبينما المسافرون والسائرون يتأففون من شدة الحر، والشمس تحرق الناس بلظاها ولهيبها، ورسولكم صلى الله عليه وسلم قد أظلته غمامة سحابة أينما توجه وحيثما سار. نبيكم عليه الصلاة والسلام قد شهدت له الكائنات وشهدت بنبوءته الكائنات، فبينما رجل يرعى الغنم في الصحراء إذ رأى ذئبا يهجم على الغنم، فحاول الراعي أن يصد الذئب عن الشاة، فإذا بالذئب ينطق بأمر الله جل وعلا ويقول للراعي: أتمنعني من أخذ حقي من الغنم؟ فقال الراعي: سبحان الله، الذئب يتكلم. فقال له الذئب: ألا أدلك على ما هو أعجب من هذا وأغرب من ذاك؟ اذهب خلف هذا الوادي، فهناك رجل اسمه محمد بن عبد الله، اذهب إليه وآمن به ففي دعوته الخير كله. فذهب الرجل حتى أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بين يديه وأحسن إسلامه وقص عليه ما حدث. موقف آخر: النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ذات يوم فيرى رجل فيقول له: ألا أدلك على الخير؟ قال: بلى يا محمد. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: ومن يشهد لك؟ أي أنك نبي من قبل الله حقا وصدقا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل، أو فرأى جمل، فإذا بالجمل ينطق بأمر الله جل وعلا ويقول للراعي: فإذا بالجمل ينطق بأمر الله تبارك وتعالى ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد يا محمد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد روى الحافظ المنذري عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا جمل من الجمال وتوجه نحو رسول الله كأنه يعرفه، ومس الجمل في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة لا يفهمها إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلوا إلى فلان ابن فلان صاحب الجمل. فجاءوا به فقال له: أنت صاحب الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل يشكوك إلى الله تعالى لأنك تكسو عليه وتحمل أكثر من طاقتك، وقد أصبح الجمل كبير السن، فبيعه لي. علم الجمل أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، فذهب ليشكو أهله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليرفع عنه الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. علم أنه أخبر أنه لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. علم أنه أخبر أنه قال صلى الله عليه وسلم: تأتي يوم القيامة الشاة الصلعاء لتقتص من القرناء التي نطحتها في الدنيا. فالظلم يا أخي ليس قاصرا على أولاد آدم بعضهم مع البعض، بل إنه يتعدى إلى غيرهم من مخلوقات الله. رجل على عصر نبي الله نوح رأى كلبا أسود اللون ماشيا فبسق عليه، أي تفل عليه، فأوحى الله تعالى لنوح أن قل لهذا الذي بسق على الكلب الأسود: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ وكان بعض الحواريين يمشون مع المسيح ابن مريم فرأوا كلبا ميتا، فرأوا كلبا ميتا أو جيفة نتنة، فقال أحد الحواريين: ما أبشع لونا؟ وقال الثاني: ما أسوأ منظرة؟ وقال الثالث: ما أنت نريحة؟ فقال المسيح ابن مريم: ما أجمل بياض أسناني. نظر إلى موضع الحسن، فإذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل لها يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أقوم. كن كما قال لك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وافق أهله فهو أهله، وإن لم يوافق أهله فأنت أهله. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به
فليس يحصده إلا الذي زرع. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا رجل بيعه لي. فباعه للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما قبض الثمن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للجمل: يا جمل اذهب كما تشاء وارعى كما تشاء ولا تحزن على ما مضى. فهمس الجمل للمرة الثانية في أذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغة لا يفهمها إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: آمين 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 3 مرات، ثم بكى في الرابعة. فسألت الصحابة: يا رسول الله حدثنا وأخبرنا، رأيناك أمنت 3 ثم بكيت في الرابعة. فقال: إن هذا الجمل دعا لي الله قائلا: جزاك الله عني وعن الإسلام خيرا يا نبي القرآن. فقلت: آمين. قال: وستر الله أمتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت: آمين. قال: وأنقذ الله أمتك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت: آمين. قال: ولا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. فبكيت لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينها شديدا، بأس وعداوة وفرقة. ولو سألت ما هو سر ضعف المسلمين، سر ضعف المسلمين أنهم ليست لهم قيادة دينية توحد صفهم، فما أكثر الجمعيات وما أضيع العمل. عباد الله، جماعة المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له.